من المؤتمر الصحفي حاجتين مهمين جدا. اول حاجة ان هم يشاركوا اول يوم دراسي لحوالي 700 طالب موجودين على ثلاث دفعات موجودين، اللي هم احنا بدينا من 2018، فالسنة دي تالت دفعة، ودول الطلبة اللي هم فخورين ان هم موجودين في المكان وحاسين ان كنتوا وجودكم معاهم بيديهم نوع من الفرحة. الحاجة الثانية انه شيء مهم جدا ان احنا نبتدي في ظل الظروف جائحة كورونا، ولازم كان نشاركونا ان احنا ازاي هنقدر نتغلب على المشكلة دي. واعتقد انتوا لما دخلتوا وشفتوا الاجراءات اللي احنا ماشيين فيها كلها، فده بيدي اطمئنان لأولياء الامور والطلاب ان احنا فعلا قادرين ان شاء الله ان احنا نقي ولادنا والستاف كله من اي مشكله ممكن تحصل. Okay, that's a very good question, and I think the reason that we're here is to provide students with a Canadian education on Egyptian soil. So for us, it's having the opportunity to avail of a more diversified education in terms of opportunities for even the ability to be mobile and go to Canada after your first year of study. This offers students, I think, access to a global world, global education, and the opportunity to study in programs that may not necessarily be offered or available right here in Egypt at this time. I think the students really enjoy coming to this campus. They tell me when they come to campus, they're coming to Canada, and we are delivering the Canadian education, and they will receive a Canadian degree. It won't be in Egypt, it's Canadian. And I do think that the Canadian degree will open opportunities for them. The University of Prince Edward Island is very used to educating international students. In our campus in Canada, we have students from over 93 different countries. It makes up 29% of our population. So this is just a natural fit for us to extend our campus into an international context. الجامعة عندها منظور لريادة الأعمال والابتكار قوي جدا، بيخلينا نفكر دايما ان الطالب اللي بيتخرج من هنا لازم بيبقى قادر على انه يحدد الفرص اللي موجودة حواليه، يقدر يتعامل مع هذه الفرص، فانه مش بس بيشتغل في سوق العمل ولكن بيطور من المكان اللي هو فيه، ويقدر كمان انه هو ينشئ الشركة اللي من خلالها مش يشتغل، لا ده يخلق فرص عمل. انا اخترتها عشان دي سمعت انها يعني هي الشهاده بتطلع من بره، ما بتبقاش شهادتين، بتبقى شهاده من بره، اكني دارسه بره، وبيبقى في هناك يعني بيبقى ليا فرصه اسهل ان انا اروح كندا لو عايزه من خلال الجامعه. الجامعه الكنديه طبعا اول حاجه عشان الشهاده الكنديه قويه جدا بالذات في مصر، فانا حاسس ان الجامعه دي هتسهل فرص العمل هنا في مصر او بره مصر.